شكرا للمتابعين الكرام على قناة شو تي في مباشرة من سيدي بنور في قصة هذا الشاب اللي تحولت حياته جحيم من بعد ما فقد الثقة في الزوجة ديالو وفي الأم ديالها. غادي نشوفوا تفاصيل صادمة اللي عاشها هاد الزوج هذا دائما ومباشرة. كيقول ان العائلة ديالو الناس محافظين، وقع لي مشكل انه قلبوه تزوجو غادي يشرح لنا هو تفاصيل ديال هاد الشيء هذا. تفضل اخويا عاود لينا اشنو وقع ليك. السلام عليكم، معطي السمان من مدينة سيدي بنور. انا وقعت لي واحد القصة اللي هي كارثية، ما عمرني شفت بحالها في حياتي. خويا عرفني على واحد السيدة اللي هي نسيبشي، وكان مصاحب معاه هو في هذيك الوقيته، جابها عندنا. يعني خو كانت عنده علاقه مع ديك السيده؟ مني كانت باقا مع راجلها، من بعد طلقوا. ما علينا، المهم نعاود لكم القصه ديالي. خويا جابها للدار، استقبل عندنا على اساس انهم كانوا مناسبين مع واحد الناس في الدرب عندنا. صافي رحبوا بها، عيطوا لي انا من كازا، قالوا لي راه جي راه باغا تشوفك واحد المراه. جيت انا كنت خدام في الجيش، جيت هذاك النهار، جيت انا ما عاقلش على راسي، امتى وصلت لسيدي بنور. جيت سلمت على الوالده، على خويا، على اختي، على دارنا. قالوا لي هي هذه المراه. قلت لهم واش من مراه؟ ما كان على بالي والو. قالوا لي راه هاد المراه راه باغا تزوجك بنتها، وهادي حيت شافتك زوين وهادي وسولات عليك. المهم ما علينا. من بعد صافي ناقشنا الموضوع تما، قالوا لي راه هادي مراتك وهادي، بحال انا ما تيقتش، بحال كيضحكوا معايا ولا شي حاجه. من بعد قالت لي يا وليدي راه انا بغيتك لبنتي، بنتي ليا دريويش وضريف وهادي، ومع هضرت شفت عائلتك بخير وهادي. قالت لي غنتكلف لك بكل شيء، بالخطوبه بكل شيء، ما تضرب الحسبة حتى حاجه. هذاك النهار من بعد قالت لي غادي نتكلف لك بكل شيء، المصاريف ديال غندير لكم عريس وهادي، وقالت لي غنبيع واحد البلاد وغنتهلا فيكم وغتكونوا بخير، غديروا الدار والطوموبيل. قلت لها انا راه ما كنفكرش في الزواج وهادي وهادي. قالت لي لا وليدي، ابدا مستقبلك ودير وليدات. صافي انا قلت جيت عيط لي واحد السيد من جديده، قال لي جيت خدم عندي في لاباش، ديجا خدام عنده. قلت فيها خير، قدر نتوكل على الله مع هاد السيده ونمشي نخدم، ومن السبت والحد نروح عندهم وياكلوا ماكله واحده وهادي، ونتعاونوا على الوقت. مشيت بحالي، نهار الثاني مشيت للجديده خدام، دازت شي 3 ايام عيطت لي نسيبه نيت. البنت عطاتني النمره ديالها، بقيت كندوي معاها في واتساب، هادي كنعرفوا على بعضياتنا وهادي. قالت لي انا مدربه ديال الكره، وانا هادي وانا هادي، احزاب وكذا رئيسه وهادي. المهم ما علينا، قالت لي ضروري خاصنا نتكاتبوا قبل ما يوقع شي مشكل بين داركم، راه شفت الوالده ما غتفاهمش مع ماما. الدريه في اخبارها بانها راه مصاحبه امها، مصاحبه مع خويا. صافي ما عندها علاقه مع خويا. لا ما كنتش عالم على العلاقه. حتى غدوز تقريبا واحد الشهر مني غادي انا غنمشي ندي مراتي وغنسكنها في جديده، غنكري ليها دار وغنسكنها، وغادا تعيط ليهم هي. عيطات لامها قالت لها جي عندي، راه خاصني معان وخاصني هادي وخاصني. انا وفرت لها كل شيء، كاع داك الشيء اللوازم ديال الدار، كانت خاصني الثلاجه وشي حويجات. المهم جات عندنا ديك السيده وجا معاها خويا. مرتي وجدات ليهم البيت عادي، قالت لي هذا راه البيت راه غتجي ليه ماما، ما تقربش ليه هادي، راه ما غنباتوش هنا. هذاك البيت كنباتو فيه حنايا،
وعلى ذكر هذيك السيده، مهم نكمل لكم ملي غنجي نتكاتب معاها. تكاتبنا، جينا تكاتبنا، خلصت الكتبه من عندها ودارت ليا في الصداق بانني عاطي 100,000، انا ما عاطي والو. مهم دازت الامور بخير، دازت القضية على خير وبخير. مشينا جديدة من بعد الكتبة، مشينا جديدة صافي، مشات للدار الوالدة، مشات للدار المدام. مني مشينا ديتها للدار بحال ما عجبهاش الجو، مني تكاتبنا ما عرفش شنو طاح ليها في راسها ولا شنو، شي واحد حرشها ولا. قالت لي ما بقيتش ساكنة مع داركم. هذه الليلة الأولى ديال التكاتيبة. من بعد خرجت ليا مع الجوج ديال الليل، نوضت هاد الفوضى، ديتها للوطيل، كريت ليها ب 7,000 ريال للوطيل، وما عنديش، عطيتهم لاكارط وعطيتهم 200 درهم حتى الصباح ونكمل ليهم. بتنا حتى الصباح في رمضان، هادي ما دخلت عليها ما والو. امها قالت ليا ما تدخل عليها حتى مورا رمضان، انا غندير ليكم شي حفيل صغير. وهاد من بعد هذيك مني بتنا في الوطيل، الصباح مشيت للجديدة، عيطت لشي ناس وجدوا لي واحد الدويرة، قالوا لي نكريو لك ب15. مشيت هزيت واحد الحويجات كتجمعهم بناموسية سير كم ناموسية وحويجات ديال الدار. كانوا كيعطيوهم لي الناس مع لاباش، كيجيبوا زرابي، يجيبوا بونش، كيسمحوا فيه. حولت جهزت هذيك الدار، سكنت انا وياها، وليت كنصرف عليها، وهذه غاديين بخير. دازت شي 15 يوم وهي تجي نسيبتي، عيطات ليها بنتها، جات عندنا دارت سبه ما عرفتش شي اوديو واصل من عند الوالده، هو ما كاين لا اوديو لا والو، نوضت المشاكل. قالت ليها مو موت هاد الراجل عندك، راه كتقول فك. بداو كيهرسوا لي المواعين، داروا لي الشوهة في هذيك الدار، ما تقبلش الشوهة، بقى لا سكنت فيها 15 يوم، عاطيهم 8,000 ريال. تحولت مع واحد السيد، هو كان محول لي الرحيل بطريبورت وعنده واحد الدويرة، قال لي اجي خويا راني مجرب التجرويق وهادي، اجي نتعاون معاك، عطيني غير بشويه بشويه غنكري لك ب16. حول لي الحويجات هو من عنده مسكين، عطيته 100 درهم. والله الا سكننا شهر ما تخلصش من عندي. تعامل معايا معاملة زوينة، تحولنا لهذيك الدار نسيبها. قادينا القضية بيناتنا، مني ناضوا المشاكل، خرجوا لي الزنقة، خرجت المرأة ركبت في حط طوموبيل مع واحد السيد، بزاف أفلام. خرجت للزنقة هذيك الليلة، خلوني في الدار. خرجت هي وخويا المدام، موت المدام وخويا، كان وقع بيناتهم النقاش، داروا بينا السبه، صافي تبعاتهم حتى هي، خرجت معاهم تمو غادين. كنت ساكن في الربعين في البراج ديال الجديده، هما مشاو تمو غادين للمدينه، غادين على رجليهم. واحد شويه السيده انا جاي من وراهم، كنت نتبعهم نشوف مراتي فين غاده وهادي، وهذوك الاخرين ما عندي بهم حتى علاقه، نسيب شي ولا خويا ما عنديش معاهم مسكين، نشوف مراتي اللي انا مكاتب معاها فين غاده. وهذيك الساعه باقي ما داخلش عليها، باقي ما بحال ما روحتهاش. مهم مني خرجوا ركبت مع واحد في الطوموبيل، انا تبعتها بحال شي حمق، هما بقاو ورايا خويا ونسيبشي بقاو ورايا. بقاو ورايا، انا بقيت غادي كنجري من ورا الطوموبيل، كنغوت على داك السيد اللي كانوا راكبين فيها ثلاثه الناس. وهادي ما علينا، المراه عندي عطاتهم النمره ديالي، مالين الطوموبيل صوناو ليا، قال لي اش بغيتي عدد المراق هادي. قلت لي مراه ما بيني وبينها والو، راسو تفاهم. امها نوضاتو وهادي، نوضات الصداع والمشاكل بيناتنا، راه غيتصلح. رد ليا مراتي دا، قال لي انا غندير الكوميسارية، قسما بالله لا تقريبا شي 4 السوايع ما عرفتهاش فين غابره. في الاخر هو يقول لنا راه في السبيطار، دوز عاد مرتك راه في السبيطار. تميت غادي، بقيت غادي انا في الطريق، هما يتبعوني بطاكسي. انا قلت لهم غنمشي نديكلاري، ما غنمشيش معاكم في الطاكسي، نسيبتي وخويا. لي مانا نمشي نديكلاري بمراتي بانها راه مشات ركبات في هذيك الطوموبيل. تميت غادي للكوميسارية، هما يوقفوا عليه والو، قال لي والله حتى تمشي راه مراتك كاينه في السبيطار، هادي راه سخفانه. ركبت معاهم في الطاكسي، مشينا، ما لقيتها لا سخفانه لا والو، لقيتها مريحه في واحد الظلمه. بقيت كنقلب شي نص ساعه تقريبا، حدا
حدا المهم شي 5 السوايع وانا جاهل كنقلب على مرتي فين هي صافي وليت خايف عليها من بعد قادين القضيه سامحنا تما عنقتها قلت لها شوفي قدر الوالده الا قالت شي حاجه ولا شي حاجه ماشي مشكل صافي غمدي وهادي وراه باقا الحياه قدامنا ويلا نستمر راه باقي الله تزوجنا. انت النهار الاول قلت لي ما نسكنش مع امك، قلت لي المره الاولى قبل ما نتكاتب قلت لي غنسكن مع امك، ومني تكاتبنا قلت لي ما بقيتش غنسكن مع امك. انا ما عنديش واخا خدام خدمه قليله في لاباش، مره كنجيب 1000 ريال مره 1600 مره 100 درهم كريت ليها وعاونوني الناس تما وغادي بخير. من بعد دوس من ورا رمضان قالت لي غتدخل عليا بلا ما نقولوها لماما، هي اللي قالت لي بلا ما نقولوها لماما غدا تغوت عليا غتقول لك تقول لي لا لا. قلت لها راه فعلا انا راجلك راه خاصني ضروري ندخل عليك. صافي دخلت عليها ما لقيتهاش بنتي، هادشي ما كنتش باغي نقوله ولا نخرج من فمي، ولكن مني حكوا لي على امي وحرشوا عليا خويا ولا كيهددني بالقتل قسما بالله لا انا ساد ما حال دابا 7 ايام امي السيام وهي كتبات في الكوميساريه بقى الله بت معاها البارح درنا بهم شكايه. المهم هاد المشاكل راه واقعه دابا مني دخلت على السيده ما لقيتهاش بنت بدات كتبكي عنقاتني هادي انا هادي انا هادي غنضيع انا هادي. قلت لها شوفي بنت الناس انا ولد الناس ودري ويش غنسترك. سترتها ودوزات معايا مدة 6 شهور من بعد من ورا رمضان بشهر قالت لي راه واقيلا حاملة. مشينا عند الطبيبة ما بان والو هذيك الساعة، هي راه ما كاين والو، خرجت ليها شي دواء صافي مشينا. قالت لي راه واقيلا راه حرق البولو. داز واحد الشهر اخر مشينا وعلى ذكر ملي مشينا عند الطبيبة تتحاورات مع امها ودخلت عندها بوحدها ما دخلتش معاها انا على الطبيبه، ما دخلتش عندها البيرو دخلت معاها العياده، ولكن بقيت مريح برا ومراتي دخلت لداخل على الطبيبه. من وراها شي 15 يوم يا ربي رجعنا على الطبيبه قالت لنا راه حامله. 15 يوم من ورا الفحص اللي دارت ليها قالت لنا وقيلا حرق، قالت لنا راه حامله وما عرفتش المده شحال قالت لها بلي انت حامله. المهم علينا ما عطاش حتى ورقه، عطاها ورقه ديال الدواء هي اللي خرجات معها. مشيت خديت ليها الدواء تقريبا شي 6700 وانا ما عنديش هذيك الساعه. المره الاولى انا قلت لها شوفي باش نوقفوا على رجلينا ما خاصناش نديروا وليدات من الاول، باقي تنديروا دويره ونديروا هادي صافي ما علينا. استمرت الحياه هكا قلنا راه حامله ولات كتوحم كنجيب ليها اللي بغات. الوقت دازت عيانه في الخدمه كنت سلف منهم ما مخصصه من والو. حتى لواحد النهار كملنا تقريبا 5 شهور وشي 14 يوم ولا 15 يوم حتى السيده طلع عليها الدم خرجات من الدار قالت لي باغا نمشي عند امي. مشات لقيتها باغا تجبد ليهم المشاكل، كانت كتهددهم كتهدد امها وخويا باللي غتجيب ليهم البوليس، كانوا كارين واحد الدار حيت امها دارت واحد الفعيل خايبه سمحات في راجلها وسمحات في ولادها خلاتهم في خميس زمامره براك تشيسي ووليداتها صغار. وتخيل معايا دوك الوليدات قسما بالله لا مشاو عندي حتى للدار صيفطاتهم عندي واعتنيت بهم لمده شهر كنصير عليهم بحال خوتي والله ما بلا مجامله بلا حتى حاجه، يعني بحال مريحين معايا خوتي نجيب لهم ما يشربوا ما ياكلوا وهي ديما باغا تجبد معايا الصداع على اساس بحال انا ما حاملش خوتها. من بعد فاش غيوقع المشكل الكبير السيده طلقات من راجلها اللي هي نسيبشي وتكاتبت مع خويا غير سقط الخبر، انا لحد الان باقي ما عارفهم واش مكاتبين ولا ما مكاتبينش غير قالوا لي. تكاتبت معاه قالت لي والو غتسكني مع امك. طلقوا واحد الدار كانوا كارينه هنا في سيدي بنور كانوا كارينه ب 40 درهم 40000 للشهر وما عرفش ما قدوش واقيلا على التكاليف ديال الكرا وهذه. طلقوا هذيك الدار ولاو عينهم في المشاكل، مشاو عند الوالده هدد الوالده بجنويه قال لها
ضروري غتسكن هاد السيده، حيت ديجا داوي معها في الموضوع، قال لها غنتزوج بها وغنسكنها معاك. انا امي ما في حالهاش مسكينه، وتكرفصت معنا بزاف، وتكرفصت معاه هو خويا اللي هو ما بقاش خويا دابا، واخا يكون لي كون ما عمرني غنسمح لي لا دنيا لا اخره، حيت هو اللي ضرني بزاف، هو اللي تسبب لي في هاد الحاله كامل. حيت امي مشيت بقى الله كانت تهرسات، درت عمليه رجلها، خسرت 3 مليون في الاخر. مرتي اش خسرات عليا؟ انا ماشي للخدمه، انا مخليها في الدار، مخلي واحد البركه باغي نخلص بها الكرا. جيت للدار ما لقيت والو، صونيت ليها، سمعت الصداع والمشاكل، وي صوني لي واحد الدري من الدرب قال لي ارتش انا مرتك وخوك ونسيبتك هاجمين على امك. صافي انا بقى في الحال بزاف، وتوترت، صونيت لخويا قلت ليه ما صونيتش لمراتي، ما بغيتش نصوني ليها، حيت قالوا لي الناس شهدوا بان هي سبب المشكل، زادت كبرات ليهم المشكل. كدير امي بحال محرشاني، امي بيني وبينها التيقار، قال لك لما بقيتي ما تعطي لوالدك عطيني ما التيقار. انا امي مشي تعدمات معنا بزاف، وعندنا هي الوالد الله يرحمه، ما بغيتش نزيد عليها بشي حاجه اخرى. صافي شفت مراتي ما غاديش تفاهم معاها، وانا نبعد عليها الوالدة. صافي بقيت مع علاقة مزيانة، يعني ما حتى الهضرة ما بقيتش كنهضر مع امي بزاف، كنت انا اللي كنصرف عليها، كنجي كنلوح ليها 100 درهم 200 درهم 300 درهم على حساب السيمانة. صافي على حساب السيمانة شحال صورت فيها، صورت بركة، قدر بعض المرات كنجي ما عندي والو وكترحب بيا وكلشي. حتى جاو هاد الناس بغاو يفرقوني على امي، بغاو يفرتكو الشمل ديال امي، عندها بريريكا ساكنة في القرية ودايرها بعرك شافها، قسما بالله الا كانت كتنوض مع الربعه ديال الصباح. راه الواقع كنقولوا راه ما نحشم من حتى واحد، هذه هي الحياه، شحال غنعيشوا فيها؟ هذا هو الحق. هاد الناس هادو تعداو علينا بزاف، ولحد الان لحد الان باقي خويا كيصوني ليا بريفي، واخا وصلنا عند المخزن ودفعنا شكايات وديكلارات به الوالده، خويا باقي كيهددني وباقي كيقول لي غنمشي عندك حتى الجديده وغادي نقتلك فين ما مشيتي، واخا تخشى تحت الارض غادي نقتلك. هذا خويا علاش هادشي؟ علاش ما جيتيش في صفنا؟ علاش ما تحاربتيش معنا على قبل باش نتحاربوا مع الوالده على قبل امي؟ قال لي امك ها هي غتكتب لاختك، وانت غتلح في الزنقه، وانت هادي وانت هادي. انا امي ما عمرها جرات عليا، ما عمرها جرات عليا من الدار، ما عمرها جرات عليا، لا تقلقت ولا شي حاجه. كنخرج هو ديما كيهرس ليها المواعن ويهرس، هو بحال هكا، وخصوصا ملي جات هاد السيده راه ولاو فيه 20 واحد، مع عاش معاها واحد الشهر تما في خميس زمامرة، على اساس راه صاحب ولدها مريح معاهم في الدار، ومع كان ما عرفتش شنو كان، حتى ولا غليظ وغلبوا عليه كتافو، ولا باغي يصح على الوالده. وقسما بالله لا حضرت لشي حوايج العيد، جينا عيدنا، المهم مشيت انا وياها، تعاونت انا وياها، زدت 6000 ريال في العيد، خدينا واحد الحويليه 26000، جبناها بغينا نعيدو بها انا وياها، انا والوالده والمراه. واحد شويه تقول لنا نسي باغا نعيد معاكم، جاو عيدوا معنا. ديك الساعه باقيين مصاحبين ما بيناتهم حتى حاجه، بغاو ينوضوا لنا المشاكل، بغات تحرشوا علينا نهار العيد، هو اللي شاد جناوه في يديه، شحال الوالده هي مغبره عليه دوك الجناوه، ما عرفناش من كيدبر عليهم، كل مره جايب جنويه يهدد بها الوالده، يقول لها تقولي شي حاجه غنقتلك. وعلى علم راه فايته مديكلاريا به على الخيانه الزوجيه، وتغمد هذاك المشكل، حتى واحد ما دا فيه، والوالده حتى هي قالت راه ولدي. صافي بلا ما نصيفطو للحبس، وما بقاش جبد الموضوع. دابا اللي كنأكد عليه هما راه باقيين تابعيني، وباقيين كيهدوا فيا، وكتهدد فيا نسيبتي بفلوسها، كتهدد فيا نسيبتي بفلوسها، وكتحرش عليا خويا باش تريب لينا عشنا وباش ما توقرناش. تخيل مرتك شنو فهاد الشيء ديال مرتي؟ مرتي دابا ضيعة في الزنقة، ما عرفتش فين، الله اعلم فين كتبات. انا ما بقاتش عندي المراه، حيت راه حكيت على امي، انا ما جاري عليها ما والو، خرجت من الدار بوحدها وهزات لي رزيق اللي كنت باغي نخلص به الكرا. قلت ماشي مشكل، ولكن مني مشات لي لامي مشي وتعداو عليها، وكانت سبب باش خرجوها وباش، ومريضه وما اعتفرت ليها، بقى الله حيدات الحديد. انا مراتي
كنتبرأ منها، حيت علاش كتقول لي شي توهم؟ دابا كتقول للزنقة وقدام العام كتقول بأن الولد ماشي ولدي، وكتردني أنا اللي كنقول الولد ماشي ولدي. أنا ما ناكرش، أنا نهار يتزاد هاد الدري نديرو تحاليل وتصاب ولدي نتحمل مسؤوليتي، ما نفوتوش حيت كاين الله، ولا سمحت في ولدي راه ربي غادي يعذبني وغيحاسبني على ضميري. مني تزاد الدري ندير معاه التحاليل نطبق معاه القانون. واش دير كيف بالك تمشي ولا؟ اه حيت علاش ما دخلت عليها ما لقيتهاش بنت السيده. نهار تكاتبت معاها بقات كتخرج كتمشي للتيران كتخدمه هنايا، هي على اساس كوتش ديال الكره. مني جيت نشوف الخدمه ديالها لقيت خدمه ما نعاودش لك، خدمه كتجيب الدريات وكتضمن بهم هم هي وهذوك الرؤاس اللي كاينين تما اللي مكلفين بالفرقه كيديوهم القهاوي الشيشاو، وهي كيديروا الطريق كيعيطوا الوالدين الدريات كيقولوا لهم راه فلانه راه ما بقاش كتجي عندنا، هضري لنا مع الام ديال فلانه ولا هضري مع الام مع فلان. هضرت معها قلت لها راه هذه الخدمه راه ما منا والو، هذه بعدت من هذيك الخدمه. قالت لي صافي غادي نريحها في الدار. المهم كنجيب المصروف ديال الدار مخلص كرا كلشي عايش معاه بخير. ودابا راه باقا كدور حاليا سيدي بنور كيدورو كاملين خويا ونسيبتي ومراتي، وكتصرح بانني انا اللي جاري عليها من الدار. انا ما جريتش عليها، انا ما جريتش عليها من الدار، ما جريتش عليها من الدار. انا وليت خايف على راسي، وليت خايف على مهمتي، خليت خدمتي سديت المحل قسما بالله. انا ما عدي تمن دابا ما عدي تمن ناكل. الحوايج اللي عرفتهم بها النهار الاول هما هادو اللي لابس، ها هما باقي لابسهم ما تبدلاتش عليا حتى حاجه، وهي ديما مخرجها وديما كل مره هاد السيده حقراتني بزاف، خصوصا هذيك نسيبشي هي اللي منا كلشي، ونزيد عليهم مراتي. وانا ما بقيتش باغي نزيد معاها، ما بقاش معايا حتى مراه بحال ما عمرني عرفتها، حيت النهار الاول سترتها هي. امها دارتني طريق باش تزيد تعلق بخويا، دارتني طريق انا داري طريق باش تعلق بخويا. وباش تخيل معايا نافقات ولادها، عندها خمسة الولاد نافقات ولادها كتقول لي مراه بحال ولدي. في الاخر اتفاجئاتهم كاملين، حتى واحد ما قدر يدير شي حاجه. واحد النهار مشات عندي جديده داتني الازمور، داتني عند صحاب طلاميس هذوك المشعوذات، هاد ما بغيتش ندخل دارت لي حاله. والله الا شي يومين ولا ثلاث ايام وحنا مخاصمين ولات مخاصمه معايا المراه، حتى هي المراه كتقول لي علاش ما دخلتيش. وهذا الشيء كامل وعاوتاني واحد الفضيحه اخرى داروا لي الهيفه الجديده. كنت كاري واحد الدويره من عند واحد المراه مسكينه، كاري هذيك الدويره غير باش تاخذ الدواء 16000. ونهار وقع المشكل وخرجت من الدار، كان هذاك هو النهار الاخر في الشهر هو اللي كنت غادي نخلص فيه الكرة. صافي هي مشات، انا جيت قالت لي مولات الدار قالت لي خلصني في الكرة. قلت لها بنتي راه المراه راه هربت لي برزيق وراه ما عنديش باش نخلصك. المهم بدلي القفل ديالك، راه مني غادي تجي تبغي دي حوايجها راه غادي تدق عليك، حلي ليها السيروش تهز حوايجها. ورا 3000 ريال هي اللي باقا كتسني هذيك المره، قلت لها غنجيبها لك في هذاك الشهر. المهم ما علينا، هي فاش جيت انا سيدي بنور لقيت مهمتي مسكينه، والله ما قدرت نتلاقى معها هذاك النهار. حيت علاش؟ خويا كان كيقلب عليا هددني هذيك الساعه، وكانوا جايين الجديده هذيك الوقيته اللي جيت فيها انا للدار. انا سديت المحل مع شي سبعه كنسد، جيت مني جيت للدار هضرت مع السيده قلت لها كذا وكذا، حيت وصلتني الخبر انا المراه ما صدقت الخبر حتى مشات لسيدي بنور. وعيطت عيطت ليها يا ربي، عيطت ليها سمحوا لي راه متوتر شويه حيت راه حسيت بالحقره بزاف. عيطت ليها قبل ما تخرج من الدار قلت ليها راه خويا هضري مع الوالده عندك، راه كتحرش خويا باش ينتقم مني، وباش ما عرفتش اش باغي، علاش باغي يوصل على والو. انا ما واصلن بوالو، انا مدي هذيك السيده
وهي كتواصل معاهم في التليفون وقالت لي راه قاطعه العلاقه مع امي، حيت علاش دارت هذا الغلط؟ مشات تزوجات بواحد خلات با وتزوجات بواحد. انا بغيت نعرف هذيك السيده دخلت لينا بحال شي سوسه، اش بها؟ ولا السيد كيعاود لها كلشي، ولا كيقول لها ماما عندها الفلوس، ماما امي اش عندها مسكينه؟ عندها هذيك البريريكه راه كانت كتخدمها في الموقف، عامين ديال الحبس اللي ضرب وهي تابعه كل سيمانه، دي لي 6000 10000، المهم ما فايتهاش، دي ليها 100 درهم ما فايتهاش، دي ليها القفه. ومن نهار خرج هو معايا في المر، راه مني خرج من المونتيف مع خرج من الحبس دار هاد الكارثه كامله، كانت صاحب مع ولد نسيبتي مع خو المراه عندي، وخو المراه عندي كان داه للدار، هي فاش غادي يتعرفوا على بعضياتهم؟ صافي من تما بدات العلاقه ديالهم، انا ما كانش على بالي هادشي ما غنعرفو حتى غتصرح به هي نسيبشي. قالت ليا، قالت لي راه باغا خوك وهادي، وراني قلتها لامك. الوالده مني قالت مني تناقشت مع نسيبتي على خويا حيت باقي صغر مني، راه عيب، راه ما فهمتش الواقع الامر، راه واحده قد امو، راه قد الوالده عندنا ودايره فينا هاد الحالات. هاهي بنتها لصقاتها فيا وسترتها وكنت معيشة بخير، وفي الاخر هالمصير ديالي وهالجزاء ديالي وها تمارا اللي ضربت، اقسم لكم يمينا لا مريض مريض وكنموت كنمشي نخدم خدام في لاباش بوحدي، ما كاين شي واحد يتحمل، كنضرب تمارا وكنجي عيان، وهي كتبات تكونيكطا لمده 6 شهور ما كتنعسش بالليل، كتنعسها بالنهار وغير النعاس، ما كنشوف لا ماكله لا ميها سخونه ما كاينش. واحد الحاجه اخرى، حتى العلاقه الزوجيه حتى ملي كنبغيو نمارسو ولات كتفرض عليا شي حوايج، ولات كتقول لي خلصني، ما عمرني شفت شي مرا كتقول لي خلصني خلصني يعطيني، هي بحال كانت كتوجد شي خطه. انا مني سولت قالوا لي راه كانت باغا ترشح، حيت كانت في هادشي ديال الاحزاب وكانت معرفت نائبه الرئيس، المهم على حساب ما قالت لي، ما انا اللي شفت عندها، عندها ديبلوم ديال الكره، وعلى حساب من الهضره اللي قالوا لي الناس، انا جاو عندي شي ناس وهضروا معايا وقالوا لي هذيك السيده راه ما خداماش لك، ولكن الدماغ باش غيقول لهم لا، ما عرفتش اشنو وقع ليا، هادشي داخل فيه الشعوذه. حتى الوالده مسكينه قالت لي اصبر وهادي وهادي وهادي، راه غادي كلشي غادي يتقاد، بغيت نمشي عاد تفقيه، بغيت نمشي تحاربت بالصلاه، وليت كنصلي، مني وليت كنصلي مني وليت كنصلي اش ولات كدير ليا هي، حتى كنجي انا مع الخدمه خدام بوحدي في لاباش وكتكون تماره، الا بديتي طوموبيل ما غتساليش، خاصك الثانيه والثالثه وكاين العذاب. الصلاه كنصليها الصبح وكنجمع هذاك الظهر والعصر والمغرب حتى العشيه والعشاء، فين ما كنبغي نصلي من مع كندخل للدار كنغسل كنجيب معايا ديك التقضيه، كل نهار مقدي، ما كاينش شي نهار اللي ما دخلتش فيه للدار مقدي، ما كاينش شي راجل غادي يديرها. انا بغيت هذيك السيده نعيشها في واحد الجو بحال يعني ما بغيش نسد عليها، كندورها ما خليت فين ديتها، ومع ذلك انا ما عنديش، راه مطالع بي الله وقاد مصروفه وماشي مجوعه ولا شي حاجه، دابا راه حقراتني بزاف، ودابا حاليا في هذه الوقيته راه باقا كدور وكتعيط لي بريفي وكتهين فيا وكتقول لي انا عندي بطاقه وانا عندي هذه وانا مع الجمعيات وانا غنصيفطك للحبس. انا ماشي مشكل ياخذوا لي غير حق امي، اذا بغيت نمشي للحبس صيفطيني للحبس، انا ما عنديش فلوس باش غادي نبدا نخلص وغنبدا ندير وغنبدا ندير، بغيتي تصيفطيني للحبس صيفطيني للحبس، ولكن ما تلبسيش شي توهام اللي انا ما دايرهمش وتلبسيهم ليا. الولد انت اللي قلتي ليهم ما الولد ماشي ولدي، قلتيها في الزنقه والناس راه شاهدين. نكمل لكم من بعد من ساليت الخدمه وجيت للدار قبل ما يوقع هاد المشاكل هادي، جيت للدار عند السيده قلت ليها امي مشي راه 3000 ريال غنجيبها لك، الساروت راه داخل راه ما ضر ليا الداخل، كان ما ضر ليا بصراحه الساروت، والقفل اصلا كان خاسر، كان كيحلوا اي ساروت وهي في خبار المراه عندي. هذاك النهار اللي جيت فيه غادي سيدي بنور هما جايه الجديده مع ديك لا راتب يوم الوالده عند الوكيل، عطاوها الورقه ورقه من عند الوكيل وداتها عند الشرطه،
مني مشات الوالده عند البوليس هما خافوا بحال هربوا منها ومشاو عندي انا باش ينتقموا مني. مني مشاو للدار ما لقاونيش، انا شديت الطاكسي وسبحان الله العظيم الطاكسي اللي جاو فيه مشيت فيه انا وعاود ليا اشنو كان غيوقع ليا. قالوا لي قال لي مول الطاكسي قال لي قسما بالله الا كانوا كيتحلفوا عليك وكيتهدوا عليك وليلى يلاه. قلت ليه قلت لمول الطاكسي قلت ليهم راه هما اللي ظالميني. مول الطاكسي مسكين من عاود لي تفهمني بصح من واحد وقف معايا في صفي. الجيران اللي كاينين تما في الربعين كلشي عارفني كلشي كيشوفني. دابا كتقول لهم جاري عليا شهر من الدار علاش باش يتغطى بهذا المشكل ديال امها. وكنعاود نذكر امها مزيغه الفلوس عندها كلشي بالفلوس، انا شريتني بالفلوس ولكن ما خديش من عندها والو. انا بغات تشريني بالفلوس ولكن ما خديش من عندها والو. صافي ما عاد خلصت الكتبه وشريت لنا واحد الطبيصلات واحد المعينات هادو عاقل عليهم. انا ما كنكرش الخير واخا هاد الخير راه مزور هادي النفاق هادشي راه باقي ما عارفش بان. ونهار جات عدي مني كريت عاد غادي نعرف هذيك الساعه بان خويا راه طايح معاها. والوالده مسكينه ساقت الخبر وخبات وما بغاش تبين حيت السيده كانت باقا مزوجه ما بغاش تدي على الخبر ويولوا في مشاكل. كان هذيك الساعه راجلها كيهددها حيت وصلت الخبر بان عندها راه كتخونه. راجلها بعيد شويه ما كون وقعوا مشاكل كبيره وكون ما طحت انا في هذا المشكل كون راه دار لينا حل كون كان راجل قريب غيدير لنا حل. المهم هذيك السيده راه بزاف حملات مع الخوادري جوج المرات ودارت لي الكورطاج مشات عندي الجديده وتكات عليا انا وربي شاهد عليا. دارت الكورطاج جوج مرات حملات معاه باقا ما مكاتبين ما والو كتقتل في النفوس. وجايه دابا كتهددني وكتقول لي وباقي لحد الان كيوصلوني اتصالات واخا وصلوا عند المخزن واخا دخلوا عند المخزن وخرجوا دابا راه كيدوروا برا عادي. قالوا لينا المخزن قالوا لنا لا وصلوكم ولا شي حاجه صوني ولينا انا واخا قالوا لي هاد الكلمه ما غاديش نتيق حيت خويا ما بقاش كي كان ما ولا بحال شي وحش ولا بحال خاتم في الصباغ بحال شي كلب مربي كتقول لي اتاك. انا دابا خايف على راسي ودرت ضروري مني جيت شوف تيبي انا بغيت نشهد على راسي ونحمل المسؤوليه لهذوك الناس لو وقعت لميمتي شي حاجه ولا لختي ولا انا باغي نمشي نترزق على الله حيت الوالده مسكينه ما عندها ما تاكل والو ما عندها ما كاينش اللي يصرف عليها. صافي انا غنخدم على ميمتي وغنصرف على ميمتي ما باغي حتى حاجه اخرى. تبعد مني هاد السيده وبعدوا مني كاملين يبعدوا مني كاملين. انا ما بقاش عندي خويا وما عمرني غنسمح ليه مهما جيت نشوف جيب جيت للصحافه ونطقت بهذا الشيء حتى قلبي عمر. انا ما كنتش باغي نتجه جيت للصحافه ولا شي حاجه ولكن مني وصلوا بيا العار وحكوا لي على الشرف ديال امي وقالوا شي كلمه وعايروا لي با في القبر وعايروني انا ماشي راجل. اش بقى مني كتولي نسيبتك انت ماشي راجل وكتقول لك مازال شي نطلقها منك نطلقها منك وغنحيد ليها الدري وغنجوزها لسيد الرجال. اقسم لكم يمينا حتى قالت هذه الكلمه هذه. وهذا الشيء كامل لزدت عليكم شي حاجه الله يعطيني شي تشتيته. حقرونا هاد الناس بزاف الناس كاملين عارفين في سيدي برنور كاملين قالوا لي شكون هذيك السيده اللي كدور مع خوك. كنصيب بنجاوبهم كنقول لهم سيبتي. المره الاولى كانت داخله انا على اساس حيت الوالد الله يرحمه كان القديم كان مرض شويه كان عنده مع داك الشيء ديال الحساب فلا كان كيقرا. المهم كان مصاحب مع واحد الفقيه في زاوية السماعين وهادي هو ماشي مشعويد ولا شي حاجه غير عنده مع هذا الحساب والفقه. قالت لي نرى اخوكم مات باك وخلى لي البركه راه انا في المس مني كنطيح كينوضني. واش عباد الله السيد ما قاريش آية ديال القرآن الحمد وما قاريهاش ويقول لك ينوض وحده ينوض يخرج الجن من امرأة. من تم انا بديت كنكتشف ما بديت كنكتشف حتى تكاتبت. ومني تكاتبت معاها ست شهر دائما المشاكل ما كاينش نهار انا وليت كتقطعت البليه كنت كنكمل
كاش كنكمي الكارو وقطعت البلية وبعدت من هذاك الشيء في رمضان وجاو ريحوا معايا واحد المده. من بعد الدار الاولى اللي نوضوا فيها المشاكل مشاو لي الدار الثانيه وعايرات لي مول الدار اللي تعامل معايا ودخلني وما خلانيش نخرج الزنقه. قالت لي يا ولد الفاعل يا ولد التارك ويا هادي وهادي وهادي وبقى في الحال بزاف. وعاود خرجات عاود ثاني المراه من الدار عاود خرجات ومشات داعت في الزناقي وما شفتها حتى حتى الغد لي في العشيه وتما خرجوا معاها. وقالت لي بقى نعيجه بحال هكا وكتعاير فيا نسيبتي كتعاير فيا بقى فيها الدار بقى مع مع الرعاوين وبقى حشومه هادشي حشومه هادشي اللي دارت فيا. وعاوتاني مني غتصلح القضيه عاوتاني مني رجعت في العشيه دخلوا شي ناس وهادي غمت وعاود صالحت معاها. وهادشي ما وصلناش للوالده ما كان هذيك الساعه ما كنهضرش مع الوالده. خرج بحال دارت لي واحد البراج باش ما نبقاش ندوي مع امي. صافي المراه عاد قالت لي امك امي هذاك الشيء ديال الوالدين خليه بعيد. قلت لها هذاك الشيء ديال الوالدين خليه بعيد جيبها لي امك. كتعيط لامك هي وخويا كيجيو يفزدوا عندي في داري وكتقول لي خلي امك امي احشومه اي بعار. صالحت معاها وقلت غادي نغمض. قلت هاد السيده واقيلا تسطات على نسيبتي واقيلا تسطات ولا جاتها سي المراهقه راه صعيب الحال. واش الانسان عنده ما عرفت شي 56 عام المراه عندها 56 عام في عمرها طامعه في واحد عنده 24 عام حشومه عيب وعار حشومه عيب وعار. هادشي اللي دارت فيا ودارت في مويمتي نسيبتي تعدات لي على مويمتي هي ومراتي تعداو لي على مويمتي وحرشوا خويا حرضوه حرضوه خلاه خلاه ينسى داك الخير اللي دارت فيه مو اللي كبراتو. واش كاين شي واحد يدير لوالديه بحال هكا؟ انا نهار مرق اللي تكاشفت معاه وقالت لي غادي نخرج شديت لها من يده وقلت لها يلا خاصني نبقى مع امي هذيك الساعه. ولكن قلت لها يلا اجي علاش باش بيكتروش المشاكل. كنشوف نسيبتي كتغمز في خويا باغي خفت لا طيح شي روح ولا شي حاجه. انا من نهار تزوجت بهاد السيده وانا متخوف على راسي اقسم لكم يمينا ملي كتخاصم معايا كتنوضيه بالليل كتقول لي وتقول شي واحد فين يخرج لما مشى واحد للسبيطار واحد للقبر. هزت عليا جنوي مرتي هزت عليا جنوي في الدار وانا سولوا عليا الناس وراه كلشي غادي يشوفني دابا والناس اللي كيعرفوني راه غادي يشوفوا هذا الفيديو وغادي يعرفوني حيت انا دريويش والله يعمرها دار وماشي معدد وما عمرني درت شي حاجه خايبه. وهاد السيده راني تصرفت معاها بالخير وسترتها شو العار اللي دارت فيا. انا كنطالب بحقي وبحق الوالده انا باغي اتساع منها ما باغي منها والو باغي اتساع. ونهار يتزاد هذاك الولد هذيك الساعه نشوفو واش ولدي ولا لا. انت اللي كدوري وكتقولي ليهم ماشي ولدي وكيقول ماشي ولدي. انا ما كنقولش ماشي ولدي انا شاك الشك كاين حيت علاش مهما دخلت عليك بنت الناس وما لقيتكش بنت صافي اه ولا عندي الشك. ونهار يتزاد هذا الولد وديروا التحاليل وتصاب ولدي ما غاديش نفوتو واخا نطلب واخا نطلب ونجيب ليه. امي يمشي راه ما غاديش نسمح فيها وانا مع امي يمشي وغادي نبقى مع امي يمشي وغنخدم على امي يمشي اللي صورتها غنجي ناكلها مع امي يمشي. امي يمشي راه عايشه الرعب امي يمشي عايشه الرعب بزاف دابا عايشه الرعب ما كتنعش وبقى الله داير العمليه ودابا ولات كضرها رجلها. اختي هي خايفه كانت مسكينه كتمشي تعلم الخياطه خدامه ب 3000 ريال السيمانه كتعاون بها على بنتها. اه ولاو باغيني بزاف ولاو باغيني يخرجوها من الدار. دابا كيديروا اختي اختي هي اللي محرشه امي اختي ضريفه الله يعمرها دار ما عمرني بينت عليها شي حاجه حتى ولا كيقول لهم في الزنقه اختي فاعله اختي تاركه اختي. ما عمر شي واحد جا عندي قال لي اختك راه خايبه ولا شفناها مع فلان. انا راقبت اختي انا راقبت ايامات المدرسه ومن بعد زواجها كاع بقيت مراقبها. وكاين الناس كيقولوا لي راه الله يعمرها دار علاش باش بنادم حيت خويا امي واختي جاري معاهم بزاف وعمروا عليهم خصوصا مني بانت هاد النسيبه هادي
عمروهم بزاف، وراه ولاو كيحرضوا علينا ناس في جيراننا، جيراننا تسبوا لينا معاهم في مشاكل، ولا التواصل بيناتهم، ولا كل شيء كيقول شيء، وهادي راه كنطالب بحقنا وصافي. شوفوا من حالنا وشوفوا بحال هذيك الميمه راه قريبه بتموت، راه ما بقى لها والو في الحياه. اش كاين في الدنيا كامله من غير رضا الوالدين؟ ما عودنا ليهم والو. با مات في قبره، مات في قبره، بقى لحد الان بقى لي حرقه با. وخويا كيسب في با، عمرني شفت ولد كيسب في با في قبره. حشومه عيب وعار، حشومه وعيب وعار اللي دارت هاد السيده. نسيب شي ومراتي مخلين دوارهم هاني ومركبين فينا الرعب. جاو عندنا حتى ديك المنطقة، حنا ساكنين في بلاصة خايبة، ساكنين في القرية كيقولوا عليها، كيقولوا عليها فيها ناس ما كاينين، ناس زوينين وكيقولوا ناس، كاينين شي وحدين ملبسين لهاديك القرية شي تهام خايبين، كاينين ناس زوينين وكاينين ولاد الناس، ماشي كلشي بحال بحال، ماشي كلشي بحال بحال، أي بلاصة فيها ولاد الناس وفيها بنات الناس. الكلمة الأخيرة للمشاهدين، اش كنطالب؟ الكلمة الأخيرة للمشاهدين، كنطالب بحق ميمتي، وكنطالب بحقي حتى أنا تبعد مني هذيك السيدة وما تلبسنيش التهم اللي كتقول لي أنا جاري عليا. أنا الدار راه هزوا حوايجهم وطلقتها لمواليها، والله إلا لقيت الباب فرقع، ولقيت هذيك المرأة مسكينة صيفطوها للسبيطار، المرأة مولا الدار صيفطوها للسبيطار، هضرات معايا بنتها وولدها، عيطوا لي في التليفون. اقسم لكم يمينا كون كان تشوفوا بعينيكم، وكاينين الناس كانوا ساكنين حدايا والله شهدوا بالحق وقالوا لي راه رونوه وفرقعوا، شدوا بوطه حلوا لي الغاز ديالها وبغاو يفرقعوها في هذيك الدار، قالوا ليهم راه دار راجلي، وانا هربان هربان جاي عند البوليس، حيت ملي مشيت تما عند البوليس الجديده حيت محسوبين على الجوندارم، مشيت عند البوليس قال لي محسوبين على الجوندارم، ملي مشيت للجوندارم قالوا لي لا خاصك ضروري تمشي سيدي بانو فين كاتب عادي غتفاري المنامة ديالك. مني انا هربت وانا هربان على اساس خايف على راسي وخايف على ميمتي، جيت هذيك الساعة ما جيتش للدار. الكلمة الأخيرة، الله يرحم لكم الوالدين، أنا كنطالب بحق ميمتي ويبعدوا لي من ميمتي وأختي، يبعدوا لي من ميمتي وأختي، حيت ما كيتسالوها حتى حاجة وما عاطيهم حتى حاجة، تصرفات معاهم بالخير وسترات هذاك الشيء اللي ما خاصوش يتستر، بعدوا لي من أمي وبعدوا مني حتى انا. هذه الكلمه الاخيره، وكنشكر جميع المشاهدين وكاع الناس اللي غيدمعوا يدعموا هذا اللايف يطلع، وعاونوا بالبارطاج، عاونوا باش ناخذوا حقنا، راه تعداو علينا هاد الناس هادو، راه تعداو علينا. انا ما عمرني طيح دموعي وانا غنطيح دموعي قدامكم. قال لك شفت الراجل كيبكي راه فات القمم ديال الهموم ديالو، راه هزيت به بال هذيك السيده ولكن ما قدراتنيش. كنطالب بحقي وكنطالب من رئيس دائرة ديال سيدي بنور، من الشرطة باش ياخذوا لنا حقنا، من هذاك الأخ، الأخ خاصو يمشي يتربى ضروري، حيت لما تشد شمي ما غترتاحش، أمي باغا هي تشد، خذوا لنا حقنا من هاد الناس هادو. الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا شكرا لجميع المشاهدين، هذا هو كلامي والمسامحة. شكرا اخ، هذه القصه الغريبه اللي سمعتوها، كما تنقولوا كذلك للطرف الثاني حق الرد، حق الرد مكفول، اللي بغى يجاوب الرسوم مرحبا، حنا فاتحين الباب، اهلا وقيل الا ان نستودعكم الله والى اللقاء.